الأخ جلال، الناس دائما تطول وتزيد في الكلام. أنا رئيس شباب الجزيرة وأخ وصديق الأخ سامي الحوحورة وأخ، يعني يعرفوني بالتربية تاعي بحسن الأخلاق تاعي، علاقتي معهم جيدة وناس جزيرة علاقتي معهم جيدة. يعني أنا لما كنت قلت الكلام هذاك ما كانش متوجه إلى ناس جزيرة، هذا مثال يقولوا يعني في أي حاجة إنما يكون كثير ويكون حاجة قليلة. بارابور هنايا بارابور لو سبونسورينغ تاعهم الله يبارك اللي عندهم وكذا، يعني قلت من هذه الناحيه ما يفهمونيش غلط، لانه النيه تاعي كانت نيه حسنه، يعني حتى ولو فهموها بهذاك الشيء انا نطلب منهم يعني سماح، لانه انا كل عطله نفوتها مع اولادي في جيزل وعندي منزل في جيزل والحمد لله، يعني ما في حتى مشكل. وإن شاء الله نتمنى لهم وتمنيت لهم وما زال نزيد نتمنى لهم كل الخير لناس جيجل بالأمطار بالسكان كاع تاع الولاية، يعني ما يفهموناش غلط لأنه حسن النية تاعنا باينة وواضحة.